أذكركم بقصة، قصة رجل ابتلي بالدين، كثرت ديونه وما استطاع أن يسددها، وتكالب الناس عليه، أصحاب الدين تكالبوا عليه يطلبونه الدين، فذهب إلى أحد التجار واستدان منه مبلغ 500 دينار، قصة قديمة وليست حديثة، هي مجموع الدين. فقال له التاجر: متى تسدد هذا الدين؟ قال: في الموعد الفلاني. أخذ هذه النقود ووزعها على الدائنين ولم يبق معه شيء، وازداد حاله سوءا وتراجعا حتى جاء الأجل، أجل سداد الدين، ولم يجد معه ما يسدد به الدين. فجاء إليه صاحب الدنانير وقال له: جاء أجل الدين. قال: والله لا أملك منها شيئا. فاشتكاه إلى القاضي، فجيء به إلى القاضي: لما لا تسدد ما عليك من دين؟ قال: والله لا أملك منها شيئا. فأمر القاضي بحبسه حتى يسدد ما عليه. قال: يا سيدي القاضي، أمهلني للغد حتى أذهب إلى عيالي وأخبرهم وأودعهم ثم آتيك. قال: وما الضمان أن تأتي في الغد وقد حكمت عليك بالسجن؟ فسكت ابوهم وقال: ضمانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ضمان، وإن لم آتي فاشهد علي يا قاضي أني لست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان القاضي فيه مسحة من صلاح وعرف قيمة هذه الضمانة، فتركه على أن يعود في الغد. فذهب هذا الرجل إلى زوجته وقال لها: حكم علي القاضي بالسجن. قالت: كيف أطلقت؟ قال: أطلقت بضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له: وقد ألهمها الله، طالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ضمانتك فتعال بنا نصلي على رسول الله. فجلسوا يصلون على رسول الله. شوفوا كيف تنفرج الكرب وتنحل العقد. وهم يصلون على رسول الله ناموا، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قريب يا أخوان، قريب جدا، لكن ننظف قلوبنا، ننظف قلوبنا، قلوبنا سودت من قلة الذكر ومن قلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنتم تعلمون من رآني في المنام فقد رآني حقا. قال له: يا هذا، إذا كان الصباح فاذهب إلى الوالي، اذهب إلى الوالي وقل له أن يسدد عنك دينك، أقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدد عني ديني لفلان. فإن لم يصدقك فقل له: معي علامتان. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: قل له: إنك أيها الوالي تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الواحدة 1000 مرة، وفي الليلة الأخيرة أخطأت في عدها، وأخبره أنها قد وصلت كاملة. واستفاق الرجل في الصباح، خرج إلى عند الوالي، قال للوالي: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: سدد عني ديني. قال: وما علامة صدقك؟ قال: علامة صدقي أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة 1000 مرة، وفي آخر ليلة أخطأت في العدد ويخبرك أنها قد وصلت كاملة. فبكى الوالي، فأعطاه 500 دينار من بيت المال، وأعطاه 2500 دينار من ماله الخاص. قال: اذهب إلى القاضي. فذهب إلى القاضي ووجد القاضي يتحرك شوقا لرؤيته. قال: تعال، ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالقاضي يجهز 500 دينار إلى جواره ويقول: خذ هذه الأموال وسدد بها دينك، فإني رأيت رسول الله. القاضي
فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سددت عن هذا دينه وفينا عنك يوم القيامة. وإذا بالباب يطرق، وإذا بصاحب الدين يأتي يقبل الرجل ويقول: تعال، ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: إذا عفوت عن هذا عفونا عنك يوم القيامة، وهذه لخمسمائة درهم أخرى هي لك. جاء مديون بخمسمائة دينار وعاد إلى بيته بأربعة آلاف دينار ودينه قد سدد. هذا معنى من معاني الصلاة على رسول الله، ليس فقط من أجل الآخرة، من أجلك